انا عامله النار شمعه، شايفين الفوله مزبده ومستويه وزي الفل، شايفين اللون زي اللي بتشتريه من بره بالظبط، واحلى كمان بجد، هيعجبكم جدا جدا الطريقه بتاعه الفول دي، مش هتبطلوا تعملوها. تمام اهو حاجه كده بالف هنا. حبايب قلبي جيجي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين ومع جيجي دايما متجمعين. ما لحقتيش تعملي الفول علشان السحور، هنعمله في ساعتين وهنعمله في الحله، والنهارده الحلقه ضرب نار، وحطوا لايك كتير، وكل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي جيجي. بصي يا ستي، هنجيب الفول بتاعنا البلدي الجميل ده، تمام، بالشكل ده، وبعدين هنجيب ميه مغليه اهو، غاليين ميه في الكاتل، وهننزل بيها بالشكل ده. بعد ساعتين هتاكلي منه احلى فول، بعد ساعتين وتحدي، تمام. هنسيبه بس نص ساعة يتنقع، بس ايه بقى اللي هيخليه يتنقع معايا بسرعة بسرعة بسرعة؟ هحط ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون، ادي ملح الليمون اهو، تمام، بالشكل ده. كده كده احنا هنشطف المية دي وهنتخلص منها، لان بتبقى كلها غازات، تمام. هنستنى بقى نص ساعة هغطي عليها، بعد نص ساعة هنرجع مع بعض ونسوي الفول في الحلة على النار بكل سهولة. يلا بينا. بعد ما عدى نص ساعة بالشكل ده، وادي الفولة بتاعتنا ابتدت ان هي هتنفش كده اهو، اهو تمام، ابتدت كده شوية. همسكها بقى اغسلها كويس قوي ونرجع مع بعض تاني، استنوني. معانا حلة، دي الحلة اللي هي نيوكلين، نيوكلاين ولا ايه، معايا الحلة اهي. هبتدي بقى، انا اول مرة اعمل فيها على فكرة الفول، فتجربتي بقى فيها في الفول اول مرة تبقى معاكم يعني. طبعا انا جربتها طلعت حلوة جدا وهايلة فعجبتني. هعمل بقى فيها النهاردة الفول، حطينا كده الفول، تمام. طبعا هننزل بالحاجات بقى اللي احنا هنقول عليها دلوقتي. بصي بقى يا ستي، انا بحط معلقتين كبار من الرز النظيف، معلقتين كبار مليانين هرم من الرز النظيف، معايا 3 معالق من الفول المدشوش، تمام، 3 معالق فول مدشوش، معايا 2 معالق كبار من العدس الاصفر، ومعايا 2 معالق من القمح، دي الكلفة، تمام، دي الكلفة. حلو الكلام. هروح بقى اشطف دول كده شطفة ونرجع مع بعض تاني. بعد ما شطفناهم وقلبناهم وحطيت لهم كمان شوية مية مغلية، حطيت كده شوية كده صغيرين. نشوف بقى ايه بقية الاضافات اللي هنحطها، انا مريتش ازود مية غير لما اوريكم بقية الاضافات. بحط معلقة صغيرة مليانة من الكمون، والكمون مهم جدا للفول في المرحلة دي علشان بيمنع اي غازات، يعني ما يتعبش القولون معاكي خالص. معايا 2 معالق كبيرة من البابريكا، معايا 2 معالق صغيرة من الكركم، معايا 2 معالق سكر، معايا 2 معالق ثوم بودرة، و2 معالق بصل بودرة، ومعايا 1/4 معلقة من ملح الليمون. ملح الليمون ليه؟ هيساعد معايا على السوا بسرعة، وكمان هيفتح معايا الفولة بالشكل ده كده اهو. هقلع المكونات دي كده اهو. انا عايزة اجيب 2 معالق سباتولا عشان ما اخربش بس الحلة، تمام اهو. هنزل بقى بالميه المغليه بالشكل ده، وهنغطي عليها كويس قوي اهو. هنولع بقى عليها عين البوتاجاز، الاول تغلي معايا غلوه واحده، وبعد كده على نار شمعه لحد لما تستوي. هتقعد معايا قد ايه على نار شمعه؟ هما الساعتين اللي احنا قلنا عليهم، وبعد كده هتاكلي احلى فول. عايزه تعمليها على، تحطي الحله على السخان اللي هو بتاع الفول، سخان الفول اللي هو الدماسه، تمام، مفيش مشكله خالص، اللي انت عايزاه يعني. ممكن هنسويها على البوتاجاز، وممكن نسويها على السخان بتاع الكهرباء. هنحطها دلوقتي على النار تغلي غلوتين، وبعد كده نهدي النار شمعه باكد تاني، وبعد كده هنسيبها ساعتين ونعري عليها ونشوف الدنيا فيها ايه. استنوني حبايب قلبي. كده نشوف مع بعض الفول بعد ساعتين على البوتاجاز اهو. بصوا احلى مرة عملت فيها فول بجد، عجبني جدا ولونه تحفة. بصوا انا عاملة النار شمعة، شايفين الفولة مزبدة ومستوية وزي الفل، شايفين اللون زي اللي بتشتريه من بره بالظبط، واحلى كمان بجد، هيعجبكم جدا جدا الطريقة بتاعة الفول دي، مش هتبطلوا تعملوها، تمام اهو.
حاجه كده بألف هنا وشفا. ملحقتيش تعملي السحور، هتعملي السحور في ساعتين مع جيجي. كمان بقى نحضره ونجهزه كده ونوضب طبق كده حلو بألف هنا وشفا، والباقي تستني لما يبرد خالص وتعبيه في أكياس وترميه في الفريزر أو تحطيه في علبة بغطا في التلاجة وتاخدي منه وتسخني وبألف هنا وشفا. نعمل أفكار كتير جدا من الفول، أو نعمل أفكار كتير كتير من الفول. ممكن نعمل فول بالطماطم، ونعمل فول بالبسطرمة طاجن، بالبيض في الفرن، وهنعمل أفكار كتير قوي للسحور إن شاء الله بإذن الله. هتعجبكم ومش هتملوا من طبق الفول مع جيجي. شايفين الفولة بحالها إزاي، زبده زبده زبده. يا رب كده الفيديو النهارده يكون عجبكم، مش عايزه اطول عليكم، وان شاء الله اعمل لكم افكار كتير من الفول. والدقه كنت عاملاها لكم قبل كده، الدقه بتاعت عربيه الفول كنت عاملاها لكم قبل كده. عشان بس ما عدش الكلام، النهارده كان الفول كان حصري في الحله وطلع احلى مره عملت فيها فول. اشوفكم بقى في فيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي.